الشعب المصري دائما له معجزات، ودائما في ومعجزاته دائما على فكره ما بتجيش غير في لحظات التحدي. واللحظات العاديه اللي ما فيهاش اي تحدي بيبقى شعب ممكن تحكم عليه احكام قاسيه جدا. لكن في لحظات التحدي زي مثلا حرب 73، زي 25 يناير، زي 30 يونيو، بتبان معجزات هذا الشعب وتبان خصائصه المتفرده. ففي التحدي ده لما يوجه الرئيس السيسي نداء للمصريين بالاشتراك في هذا المشروع باعتباره مشروع قومي لمصر، كان من الطبيعي برضو أن تحدث معجزة. وتأكد أن المعجزات ستتوالى أول ما يحصل أي تحدي، المصريين بيستنفروا. أن دي طبائعهم من آلاف السنين، أن هم في الحياة العادية اللي فيها ما فيهاش مشاكل بيبقوا عاديين جدا، لكن بتبان يبان جوهرهم ومعدنهم في وقت الشدائد فقط، في وقت المحن، في وقت التحدي، يعملوا يعني افعال صعبه على شعب اخر ان هو يصنعها. فما كانش غريب انه يستجيب هذا الشعب بهذه السرعه في اسبوع ويجمع 60 مليار.